كيف يمكن لطفل عمره 5 سنوات يحترق داخل سيارة وبغياب الأهل؟ أحياناً بيكون طبعاً غفلة الأهل سبب في هذا الموضوع. خلونا نحن نشاهد هذا التقرير. دفع حياته احتراقاً بولاعة بسيارة والده، وما كان بيعرف أنه هالشي صغير هو اللي رح يخطف حياته. مشاري اليامي ابن 5 سنين بقي ذكرى بذهن كل من أحبه. الرحلة الصغيرة للمزرعة تحولت لكابوس للعائلة، فهي لحظات فقط وشب الحريق بالسيارة. والله يطول العمر، صلي صلاة العصر، طلعت حصلت ولد مشارف الزاوية عند البيت، جاء يجري حضني. عادة بعد صلاة العصر أخذ الولد ونطلع للاستراحة أو المزرعة. أخذت مشاري وحطيته في الصندوق في الحوض حق السيارة زي العادة. طفلي استمتع أن يطلع أخذ سيارة. المرة هذه قال لي لا، أنا بطلع قدام وأصبر عنك. طلعت مشاري، طلعت قدام كالعادة. أول ما طلع أخذ الولاعة، ولاعة نستخدمه في المزرعة، شاي قهوة. فقلت له مشاري أترك الولاعة، ترك الولاعة رمى ووقف على المرتبة حق الراكب. طبعا طفل عمره 4 سنوات، طفل واقف. شغلت السيارة مرتين، الثالثة مرة اشتغلت، شميت ريحة بنزين. أول مرة أشم ريحة بنزين غريبة كذا. شغلت السيارة ودخلت البيت أساس أن أخذ أغراض للمزرعة، شاي قهوة، وتركت يمكن 3 دقائق. جيت سبحان الله، يعني جيت السيارة محترقة، لو في الغمارة المقدمة السيارة، تعرف السيارة هاي لو استغمارتين. فكيت الباب الخلفي أزهم عليه 3 مرات، الرابعة النار اللي شفتها لا إله الله لا يوريك. وهذه الأشياء بيني وبينك يعني هي امتحان قبل كل شيء من الله سبحانه وتعالى لعبده. الله يتذكر ذكريات كثيرة، أتذكر شقاوته، أتذكر ضحكه ولهوه معايا، وأتذكر آخر موقف صار معي قبل الوفاة ب3 ساعات. كان معي راكب يسأل عن شيء فوق، يقصد السحابة، وكان يقول لي الله يرحمه اللي يطلع فوق يموت، يقول لي لا نطلع فوق. قلت له فين؟ قال لي فوق هناك والله العظيم. فقلت له فين هناك؟ قال لي فوق. قلت له ليش؟ قال لي يطلع يموت. قلت له لا إن شاء الله بالإجازة، إن شاء الله في الإجازة نأخذ طيارة ومسافر أنا وأنت، المرة من عندها ما في أي شيء. فسكت، يعني هذا آخر موقف أذكره في مشاري. كان يلعب معنا بالسيارة أتذكره، بالصالة كان يلعب أتذكره، في المزرعة يلعب معنا. فقدته كثير، يعني كان زين عندي، يعني ما أقدر أوصف لك أنا. يعني بالفعل هي مأساة حقيقية وقعت، ونحن نقول كثير من العائلات للأسف الشديد نحن بنمشي في المجتمع على البركة، خلي هذا طفل ما يعرف، لكن في جهات كثيرة أتوعد على هذا الموضوع بدأت تنفذ مشاريع بالنسبة تخدم بالنسبة سواء كان للأهل أو الأطفال. على طبعا طاري هذا الموضوع نستضيف اليوم معنا في الاستوديو رئيسة مؤسس كيدروف في الشرق الأوسط الأستاذة دارين المصري. أهلا وسهلا فيكي. شكرا كثير. أول شيء بحب أقدم التعازي الحارة لعائلة مشاري، إن شاء الله يا رب الله يرحمه ويجعل بسواه الجنة. أكيد هيدا حادث مؤسف، بس نحن بكيدروف منؤمن أنه أي حادث ممكن نمنع أي حادث بالمعلومات الوقائية اللازمة للأهل وللأطفال. طيب هي نحن نقول جانب منا قضاء وقدر نؤمن بها، لكن جانب ثاني نحن نقدر كنا يعني هذا الطفل ما يتعرض لل في جانب له علاقة بالإهمال. أكيد التعليم الوقائي لو كان للأهل أو للأولاد، خلينا ناخد هالمسألة شو كان في الأهل يتاخدوا كستيبس يحموا الطفل، وبنفس الوقت نرجع نحكي على موضوع أكبر. بهيدي أول شيء، يعني أنا أول فكرة إجتني وقت سمعت على الحادثة وين كانت طفاية الحريق. وتيصير في حادث طارئ كل ثانية مهمة،
يعني أي بين ما ننطر رجال الأطفاء وبين ما ننطر كل هيدول الأشياء الأمور لازم يكون في طفاية دايما بالبيت على أول طابق، إذا كانت فيلا تاني طابق يكون في اثنين الطفاية عادة، بس الاستعمال تبعها 30 ثانية، فعلى القليل يكون في اثنين ويكون في واحدة بالسيارة. أكيد إذا كان في واحدة بالسيارة منثبتها حتى إذا حدا عمل حادث بالسيارة ما تلعب وتخبط راسه، ساعتها هي بتصير خطر. تاني شغلة الولاعة، ليش كان في ولاعة بالسيارة؟ ليش ما كانت بجيبة البي؟ فمنحنا كتير الأهل بفكروا أنه بعده صغير ما حيعرف يستعملها. الأهل ما بيلاحظوا أنه بالنسبة للولد الحريق أو الفاير شيء كتير ساحر بالنسبة لإله، فهيدا والولد هو شغلته أنه يطلع بالكبار ويقلدهم، فبعد فترة كتير قصيرة يمكن جرب وفي مرة حتصير أنه حيجرب وحتولع. ملوش شغل الطفل يكون في المقعد الأمامي في السيارة، هيدا أول شيء. هلأ نحنا سمعنا أنه هو الولد كان بده أنه يكون بده يكون قدام مع بيو، آخر شيء بيو قال أنه طيب أوكي. هيدا أول غلط. بس حتى هون هيدا أكثر الحوادث اللي بتصير، ومنعرف أنه السبب الأول لوفاة الأطفال تحت عمر الـ 14 هن الحوادث اللي بتصير بقلب البيت وبرات البيت. أكترية الأوقات بيكونوا لأنه الأهل تعبانين، ستريس، عندهم شغل، عندهم هيك، فبيخلوا الأهل هن اللي بيحموا أولادهم مش على الولد ياخد. والأهل أمرار لأنه أنه عم يبكي عم بهيك بخليه، لا، محله ورا، بضل محله ورا. القوانين هن بتلا حدود، كل ولد لازم يعرف شو حدوده، كأنه ببلد، بقلب بلد في عنا حدود، بهالحدود في عنا حقوقنا وفي عنا مسؤولياتنا وين فينا نوقف. خلينا نحكي بليز على موضوع السيارة تحديدا، يعني كتير من الأهالي بتركوا الأولاد بالسيارة، بتطلع بتنزل بتشتري شغلة من الصيدلية من السوبر ماركت والولد بنترك بالسيارة، واللي كتير من الأهالي ما بيعرفوا إنه درجة حرارة السيارة ممكن ترتفع على 60 درجة، ممكن هذا الشيء يعمل تلف بدماغ للولد. بأي سن أنا بقدر أترك بنتي أو ابني بالسيارة لحاله ما أخفش عليه؟ في أي سن؟ أول شيء بخصوص إنه أو الاحتياطات إذا اضطريت لثانية لدقيقة ما هي هي ولا مش لازم أضطر؟ مش لازم مش لازم ينترك. يعني نحن بالدورات في السيارة خطر، الحمام خطر كبير، المطبخ خطر. أمرار مثلا بتكوني بالحمام بدق الجرس ومعك الولد عمره 3 سنين 5 سنين، طب يلا بدي أتركه تروح جيب افتح الباب وبلشت تبكي البيبي لأن دق الجرس. لا معلش، خدي منشفي مثل ما هي، لفي وخدي معك، ما بتخلي ولد بالسيارة، ولد ما بتخلي ولد بالحمام، ولد بالسيارة ما بيتخلى لوحده. كتير أمرار بقولهم لأولاد، لو كان مع للأهل، لو كان عندكم كيس فيه $1,000,000 كنت خليتيه بالسيارة؟ خليني. إذا كيس $1,000,000 أهم من ابنك في بروبلام. من الحاجات الحلوة أن أنتم بتتكلموا حتى الأطفال لما بيستخدموا الحمامات العامة بعدين في المطبخ كل مكان إيش الخطر اللي فيه. بس أعتقد مهم إنه الأهالي كمان يعرفوا إنه لازم يكونوا مبلغين أطفالهم، مو يعني يثقوا في العالم ولا يكون طول الوقت مبني على الشك، يكون في وسط عشان الطفل يعرف إيش الصح وإيش الغلط. صح. أنتوا بتقدموا دورات للأطفال، هل بتقدموا للأهالي كمان دورات عشان التوعية بهذه الأمور؟ لأنه في أهالي ما يعرفوها. إيه، والعالم تغير اليوم، فالعالم متغير، ومش بس عن السلامة الشخصية، السلامة على الإنترنت مع رفقاتهم في الطريق. ففي كتير وإشي أمرار الأهل بطلوا عم يعرفوا كيف يتعاطوا، ما عندهم الأدوات اللازمة حتى كيف يتواصلوا مع الأهل. نعرف إنه التواصل القريب واللي فيه ثقة بين الولد وأهله هو الرادع الأول لحماية الطفل من أي خطر حتى لو ما أخذوا ولا دورة. عنا دورات للأطفال من عمر 4 إلى 16 عن عدة مواضيع، وعنا دورات للأهل كمان عن عدة مواضيع حتى نقدر نعطي هيدول الأدوات اللازمة للأهل كيف يتواصلوا. هلأ بهيدا الموضوع سبيسيفيكلي في كتير أهل بيقولوا لي إيه بس إنه بيقاومني كل ما بدي أحكي عن شيء إنه ما تدقر هون وما تهيك بيعمل على راسه. فأول شيء إذا الولد وقت تقولي له ما تدقر شريط الكهرباء، ما تدقر الشميني أو الفاير بليس، الولد ما بيسمع لكلمة ما أو لا تفعل، هاي ما بيسمعها، هاي دي أرادي تمحت. تاني شيء عم بتقولي له شو يعمل، ما تدقر شريط الكهرباء، كل شيء سمعه هو إنه دقر شريط الكهرباء أو قرب على الفاير بليس. فاللي لازم بطريقة إيجابية أول شيء منقله شو لازم يعمل، بعود عن الفاير بليس، بعود عن شريط الكهرباء، هاي أول واحدة. تاني شيء السبب،
فهون تنمية الفكر النقدي، وهذه هي كتبوا في دوراتنا مع الأولاد كتير منركز على تنمية الفكر النقدي تبع الطفل، تهو يعرف ياخد خيارات، مش نكون بس عم نقول له ما تعمل ما تعمل، اللي هي طريقة ما منا مفيدة على المدى الطويل. فقلنا له بعد عن الفاير بليس مثلا، لأنه في الشرارات اللي ممكن تطلع وبتحرق لك كتابك. فين عندكم فروع في الدول العربية؟ هلأ نحن كيت بروف انتقلت بالشرق الأوسط، هي عالمية، شركة عالمية، وملايين الأهل والأطفال اللي كان يعني اتبعوا دوراتنا، وانتقلنا بالشرق الأوسط عبر لبنان من كم شهر، وهلأ بالسعودية بالرياض كمان موجودين بالرياض عبر مجموعة المختص مع دكتور زهير السراج. فإن شاء الله يا رب كمان بالسعودية نقدر يكون في وقاية ونمنع هيك حادث ما إنه يصير مرة تانية، وإن شاء الله بكل شرق الأوسط إن شاء الله. إحنا عموما بنشكرك لأنه الكلام اللي قلتيه جدا قيم، وفي ناس بتفكر إنه بس توعية الأطفال مهمة، لا، توعية الأهل أهم، إنهم كيف يتعاملوا مع أطفالهم بالطريقة. الأجيال بتتطور، الأطفال الآن ما صاروا أطفال زي الأول، فكيف تتحاوري معهم صح عشان يسمعوا صح. شكرا لوجودك، يعطيك الف عافيه. شكرا لكم استضيافتي. شكرا لكم مشاهدينا. الاطفال امانه، انتبهوا عليها، لا تروحوا بعيد، متابعين بعد الفاصل.